وقد كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى مغادرته قاعدة الصخير الجوية هذا اليوم بعد زيارة للمملكة. رافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، حيث أجرى جلالته مباحثات مع جلالة الملك المفدى تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيد رامي وريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين.